السلام عليكم، حبيكم في قناة وصفات سهلة وسريعة مع لبنى. أتمنى الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال الفول بالزيت أو الفول مشرمل بطريقة زوينة وسهلة في التحضير. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو كمية ديال الفول منقي ومصول ومشقوق من الراس ديالو بحال هكذا. انا كان عندي في الكونجيلاتور تقريبا عندي زلافة كبيرة. فلفلة حمراء تقريبا معلقة صغيرة تكون عامرة، شوية ديال الملحة وشوية ديال السوداني على حسب الذوق، الليمون مرقد واحد طريف، الزيت البلدية تقريبا ما بين 3 حتى 4 ديال المعالق كبار الزيت البلدية، ثومة على حسب الكمية ديال الفول. انا هنا درت 3 ديال الدروس ثومة، القزبر واحد شوية القزبر ماشي بزاف. صافي دابا غادي نقطع القزبر يكون رقيق بحال هكا. الأحسن نقطعه رقيق على هذا الشكل هذا. دابا غادي نقطع الثومه حتى هي تكون رقيقه، والأحسن تكون مقطعه ما نديرهاش محكوكه. صافي من بعد ما كملت التقطاع ديال الثومه والقزبر غادي ناخذ الكوكوط وندير فيها الفول واللون. بحال هكذا ولا تريه فلفله حمراء وشويه الملحه وشويه سوداني كيف قلت لكم على حسب الذوق، والملحة من الأحسن ما تكونش بزاف، تقريبا راس معلقة صغيرة. داك طريف ديال الليمون مرقد، غادي نزيد الثومة والقزبر اللي قطعنا، والزيت البلدية، دابا غادي ندير الماء. انا غادي ندير جوج كيسان ديال العنبة يكونوا عامرين بحال هكذا. بالنسبة ما كنبغيش انا مرق بزاف، اللي بغى يزيد المرقة يزيد واحد نص كاس بحال هكذا. صافي دابا غادي نديرو يطيب ونشد عليه تقريبا 15 دقيقة. وهانتوما معايا، صافي من بعد ما طاب الفول مزيان خدا لي في الطياب 15 دقيقة كيف قلت لكم، كياخدش بزاف ديال الوقت الطياب كيوجد كيجي على هاد الشكل هذا. صافي دابا غادي نديرو في طبق التقديم بحال هكذا. هاد الطريقة اللي قدمت لكم كتجي زوينة بزاف، كيجي الفول لذيذ بزاف، كيصلح على شكل شلاطة. كنزينوه بشويه ديال الزاود بحال هكا والزيتون حامض كيترافق معاه كيجي زوين بزاف.
تكون هذا هو الطبق النهائي ديال الوصفه اليوم. كيجي لذيذ بزاف كيف قلت لكم، نتمنى انكم تجربوها، تبعوا المراحل. تكون هذا هو الطبق النهائي، نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والوصفة تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، ونتلقاو في فيديو جديد مع وصفات سهلة وسريعة مع لبنى.